السلام عليكم، اهلا بيكم النهارده حلقه جديده من لقمه هنيه. يوم يعني امبارح قلت لحضراتكم اخر يومين اللي هو النهارده وبكره ان شاء الله. بكره ليله الوقفه، النهارده ليله الوقفه، وزي ما قلت لحضراتكم النهارده هنعمل فطار. ولكن الدخله بس ان انا كنت عايز اقول يوم 28 و29 والحاجه دي، بس خلاص يعني ما بقاش في وقت نجامل في رمضان اكتر من كده. خلاص يعني ان شاء الله المفروض ان بكره ان شاء الله لو لينا عمر هتبقى وقفه العيد، وباذن الرحمن بعد بكره هيبقى العيد والعيد. طيب النهارده جاي نعمل لكم فطار، ولكن فطار ما اتعملش بقاله كتير قوي، وبقالنا كتير جدا ما كناش سمك. هو السمك مش محبوب في رمضان دايما، او احنا في ناس عادات وتقاليد حسب، مش كل الناس ما بتاكلش سمك في رمضان، او في ناس تاكل طبعا حسب الرغبه. ليه ما بناكلش سمك في رمضان؟ مش عشان زفاره، احنا بناكل برده عادي لحمه ضاني او فراخ فيها جزئيه من الزفار، بس فكره ان السمك بيعطش، هي دي التركيبه كلها. فبتلاقي مثلا نفسنا اخرنا كده، حتى اي بيت مش شرط انا شخصيا، اي بيت مره واحده او مرتين في الشهر كله يعمل اكل سمك، وتكون لطيفه بس مش تكون على مزاج شويه. فانا جاي النهارده اعمل لحضراتكم اكل سمك على مزاج شويه، عشان بقى انا كتير عملنا السمك، وعايزين نعمل لحضراتكم كده في طبخ السمك زي ما بيقولوا كده شويه. طيب جايب عندي سمكيه وقار 111. السمكيه دي ليها مصطلحات كتير جدا وليها مزاج عالي قوي. هي السمكيه دي رضوى، هنتكلم عليها واحده واحده مع حضراتكم برده، وهعملها سنجاري بس هحشيها سي فود وخضار، هنشوف بيتعمل ازاي. وجايب عندي نص كيلو جمبري بقشره، هعمله طاجن كده بصلصه الطماطم مع الريحان، يطلع مع رز ابيض او رز صيادية حسب اللي موجود. وكمان عندي شوربه سي فود بالكريمه، ولكن هيكون جواها كابوريا نوتي زي ما بيقولوا شويه كده، او كابوريا اللي هي فيها بطارخ شويه، هنشوف عامله ازاي. والطبق الاخير هو عن طبق سلطه كراب ستيك، او طبق سلطه الكابوريا المخليه اللي هي الصوابع اللي بنحبها، مع الجرجير ومع كمان الخس ومع البرتقال وكمان فلايت الليمون. على ما اعتقد المنيو سهل جدا، بس اهم شيء نعمل اكل السمك لحضراتكم بعد الفصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب قبل الفاصل كنا بنتكلم مع حضراتكم النهارده على اكل السمك، بقى لنا كتير ما عملناش سمك، يمكن دخلنا يعني اكتر من شهر كمان، لان قبل رمضان بحوالي 3 4 ايام كنا عاملين اكل سمك، وخلاص يعني العيد بعد بكره، فبقى لنا نقول شهر مثلا. السمك ده الحاجه الوحيده اللي ممكن اي حد ياكلها كل يوم ما يزقش منها، بس مش في رمضان، عشان بس واضحين مع حضراتكم. السمك هو اشكال والوان، دايما كالعاده في كل مكان وفي كل حته هتلاقي سمك في كل حته، ولكن الفكره كلها في عمال السمك دي. اللي ما بيعرفش يعمل سمك الافضل الافضل ما يعملش سمك. ليه؟ لان السمك لو ما اتعملش بمزاج كويس جدا، هو ما بيعتبرش السمك ده من ضمن الاكل الطبيخ او الطبخه، او محتاج طباخ يعمل سمك. لا، اللي محتاج يعمل سمك هو اكيل سمك، واللي تعرف تعمل سمك هي مزاجها عالي قوي في السمك. وعشان كده دايما بنقول مش كل واحد بيعمل سمك بيبقى بياكل سمك. فالملخص من القصه دي على الصبح عشان ما نشكمش، اكل السمك دي لها معزه قويه جدا عند ناس كتير قوي، فلازم انا دايما شخصيا لما اجي اعملها بعملها بحرص عشان خاطر حضراتكم. انا عارف انتوا اكيد سمك، ولازم نعمل اكل سمك مظبوط النهارده. طيب سمك وقار 111 هتكلم عنه واحده واحده مع حضراتكم، ونفتكرها مع بعض، اكيد نسينا شويه بقول لكم قبل رمضان، هيبقى الموضوع واضح. بسم الله. ادي السمكيه يا رضوى، دي سمكيه الوقار، مواصفاتها باينه جدا زي ما حضراتكم شايفينها، تبقى لنا كده يعني رمادي زي ما انتم شايفين. ال 111 هو مصطلح مسمك شويه، ادي 1 2 3 شايفاهم؟ شايفاهم دول؟ دول ال 111، والوقار ده اسمها الطبيعي، بس في ناس تقول عليها 111 وفي ناس تقول عليها وقار، وفيها كذا مصطلح، بس انا يعني ايه ده المصطلح المتعارف عليه هنا في مصر عامه. السمكه لازم تكون فريش بالشكل ده، لون ده اهم حاجه، ولازم لما ادوس ايديا على السمكه زي ما احنا عارفين ايديا تترد بسرعه، يعني اصبعي ما يخطش، ده تعريف السمكيه الفريش. وعين السمكه برده ده اهم شيء، ما يكونش افتح من كده او اغمق من كده، لازم يكون واضح شفاف بالشكل ده. طيب دي بالنسبه للسمكه. الطبق الثاني هعمل جمبري زي ما اتفقنا، الطبق الثالث شوربه، الطبق الرابع ان شاء الله سلطه. عندي كمان بالنسبه للشوربه عندي حبه مرقه، انا سايبهم مع نفسهم. المرقه دي مرقه سيفود، عاملها ازاي؟ هتكلم برضو عنها. تعالي كده يا استاذ بعد اذنك. عندي هنا جمبري، وعندي كرفس وكرات وبصل، وكمان عندي كابوريا زي ما حضراتكم شايفين اهو، وحبه خضره حاططهم يتسلقوا الاول مع السي فود عشان بعد كده اصفي اخد المرقه
الشفافه دي اسكوت احطها في حاجه تبقى شفافه او هكسرها بالكريمه. ده موجود وده موجود. ايه اللي ممكن يخلي الشوربه معايا ما تكونش لطيفه، وايه اللي ممكن تخلي الشوربه معايا تكون فيها ريم اللي هو ما تشربش بمعنى الكلمه؟ هي حاجتين، الحاجه ما تكونش نظيفه، لا اما الحاجه تكون ميتها بارده، بس مش اكتر من كده. فانا بغسل حاجتي كويس جدا وبشتغل بيها يعني مره واتنين تحت الميه الساقعه، وبعد كده ببدا اشتغل اسلق براحتي خالص. بحط عندي هنا بقى في اول تبلتي، لو انتم فاكرين بحب اتبل السمك الاول، معلقه كزبره ومعلقه ملح صغيره وسنه شطه حسب الرغبه وفلفل اسمر بسيط جدا كده، ومعلقه ثوم مفروم عفوا كده اهو، ماشي الكلام. دي اول حاجه هقلبه مع بعضيه ويكلكعوا، وهو ده المطلوب اهو. بص كده يا رضوى، دي تتبيله انا شخصيا يعني بحترمها جدا، لان هي دي اللي تخش جوه لحم السمك في البدايه. ادي السمكيه، والله بقى تبقى سنجاري تبقى اي سمكيه انا هعمل فيها الحركه دي كده. بص يا رضوى بتكلم في ايه كده. ده بقى التوم مع الكزبره مع البهارات اللي حطيتها على السريع كده. الاسكندرانيه بيحبوها كزبره فقط لا غير مع توم، بتبقى ليها طعم كويس جدا، بيدهن بيها كويس قوي السمكيه، يشرب منها التتبيله. وبعد كده تحط بقى كل حاجتك في اخر الطبخه وهتوصل لها كده كده التتبيله، لكن دي اول حاجه هتبقى في قلب السمكيه، ليها طعم كويس جدا وليها مزاج عالي قوي. هبدا اتبل كويس قوي كده السمكيه من الاول كده، وابدا اسيبها شويه. بعد كده هقرر بقى هشوف هعمل فيها ايه، سكوت سنجاري صينيه ايا كان الموضوع. انا هعملها سنجاري زي ما قلت لحضراتكم، وهنشتغل واحده واحده. الفكره في السنجاري انا بحب دايما اشوي او اخد سوتيه شويه انواع الخضار اللي هشتغل بيه او انواع الجمبري اللي هشتغل بيه او ايا كان الموضوع ايه. في ناس تعمل العكس، تحط ليه اثنين حسب الرغبه، ولكن خلينا نعمل اللوجيك شويه اللي يكون ليه طعم شويه كده. حبه زيت ماشي الكلام، سخنين طبعا ناخد بالنا، وانا كمان مسخن الحل عشان خاطر كله يكون سخن في سخن وجاهز على طول. الخضار بتاعي بصل، وممكن احط طماطم، وممكن احط فلفل اخضر مش اكتر ولا اقل. خلينا نشتغل واحده واحده مع حضراتكم. ده السنجاري عندي سي فود، هحط برده هاخد جزء من ذوق الشوربه دول هيروحوا عندي في قلب السمكيه. هطلع مثلا مش كتير، خلينا ناخد كده مثلا دول، وجمبريه وبضايه السبايه سبيت وحبه الكاليماري دول، دول كحشو يمشوا معايا في قلب السمكيه. بعمل كده ببدا اقطع حاجتي واحده واحده عشان خاطر لما اشتغل اكون على رواقه، والتقطيع الصغير هو الطف حاجه في السي فود لما يجي يسويه بيبقى بسيط جدا. طيب هبهر هنا حبه ملح عشان حاجه ما تتضايقش مني، وكمان هدي حبه بهارات بسيطه سمك كده اهو، وسنه التومه هنا كده كده اهو. دي تقليبه سمك بسيطه قوي تخش معاك سي فود. وعندي الناحيه دي البصل بتاعي ينزل كده، بسم الله. ادي البصلايه الاول، وهنزل بعد كده عندي بالفلفل الاخضر او الالوان حسب اللي موجود، ونقلبهم كويس جدا. ممكن نعلي التست شويه بسنه زعتر لو موجوده، مش هيقولي لا كده اهو. وهنديها برده كمان سنه ثوم كده اهو، ونبدا نقلب براحتنا. ده الخضار، وهنزل عليه كمان بالسي فود كمان شويه، بس الاول الخضار ياخد تشويحته، وهنبدا نلونه. عايزين نلونه بفكره ان نحط له حبه صلصه طماطم، ما عنديش مانع، عصير وده الافضل برده ما عنديش مانع، طماطم فريش برده ما عنديش مانع، وده كله براحتنا كده. انا شغال اسيبه ياخد وقته شويه وياخد سوتيه وتمام التمام. طيب هجيب عندي الجمبري ونشتغل فيه في نفس اللحظه او في نفس الوقت، ده الحله بتاعته جاهزه وزي الفل. الجمبري ما بياخدش وقت مني، انا هعمله طاجن سبايسي شويه بالريحان مع صوص الطماطم، ولو عندي كمان زيتون مخلل اسمر هيبقى زي الفل، ما عنديش برده مانع خالص، هيبقى طبق حلو قوي. انا شخصيا برجح دايما يتاكل مع رز ابيض او يتاكل مع رز صيادية لو حابين عادي يعني، ده او ده. بجيب عندي معلقه زيت الاول كده، وكمان معلقتين زبده، ماشي الكلام. الزبده مع الزيت ما خليهمش يتحرقوا، يتقلبوا بس يسيحوا لمده لحظات اهو كده اهو. بص كده يا رادو شايف الامور ماشي الكلام. سنه التوم دي تنزل كده، الزبده مع التوم مع الجمبري متنضف مفتوح ظهره ينزل كده كده، واروح عامل ايه؟ اروح مغطي. التغطيه دي انا عايز اطلع البخار والسخونيه اللي طالعه كلها من الجمبري تطلع معايا في قلب
الحله وما تطلعش بره الحله. وهنشوف دلوقتي كل حاجه مع حضراتكم عامله ازاي. هنا السي فود ده على ما اعتقد زي الفل وتمام التمام. هعمل ايه؟ انا حطيت له حبه ثوم وبصل، يعني انا اسست نوع، اي نوع صوص احطه عليه. اديله عندي حبه عصير طماطم، ماشي الكلام ده سنجاري، فانا عايزه يكون طعمه كويس كده اهو. هبهره واطعمه بمعلقه اساس الطماطم كده، وهقلب كويس جدا الصوص بتاعي مع الخضره، ولسه هيتبهر ولسه كمان هياخد الخضره بتاعته كده اهو. يتقلبوا مع بعض. صوص الطماطم هتغمقها وهتسبكها كويس قوي، وهطعمها كمان لو حبيت كل البهارات اللي انا عايزها كلها. يعني نعمل حاجه تتاكل من وشك فقط لا غير. عندي حبه شطه كده، وعندي حبه ملح، وعندي كمان حبه بهارات سمك، سنه الكزبره بتاعتي كده اهو، الكمون وكل حاجه، وتمام التمام اهو. وانا شغال، تعالى نبص على الجمبري اللي احنا شوحناه. الله، بص يا رادو بقى الكلام اهو، دي التشوك اللي منه فيه زي ما بيقولوا، منه فيه اهو. بص الجمبري بقت عامله ازاي، شايفها بتكلم فيه اهو، ما تحس ان هي مسلوقه، تحس ان هي مسلوقه وفي طعم الزبده وريحه الجمبري هنا، كله هنا دلوقتي. طيب هتعمل ايه في الطاجن ده يا باشا؟ الطاجن ده انا عايز اخليه زي ما اتفقت مع حضراتكم، هو سبايسي شويه ولكن هنلعب معاه برضو العاب حلو. هجيب له بقى ايه؟ البصله بتاعته، بسم الله، بصلايه كده بالشكل دوت، طاجن جمبري حلو الكلام، وسن الفلفل الحار زي ما احنا قلنا، هنا كمان سنه وهنا كمان سنه عشان نعمل حاجه بس على مزاج. وهنديها كمان التوم بتاعه، هو والله التوم بتاعه مش مفروم، هو التوم بتاعه فصوص. قطع كده راس يعني ثلاث اربع تومات متقطعين كده اهو بالشكل دوت. هزود لها حته زبده كمان عشان طعم اكتر كده، حلو الكلام. وانزل عليه على طول بعصير الطماطم عشان يتسبك وياخد وقته والجمبري يستوي جوه عصير الطماطم كده اهو، تمام التمام كده زي الفل. هبدا ارجع تاني على السي فود السنجاري ده كده، ياخد وقته ويستوي، وبعد كده كمان شويه بهار كده اهو، ويتغطى عليه. هنا انا دلوقتي جاهز ان انا انزل عندي حبه السي فود المتبلين اللي حطيناهم من شويه مع حضراتكم عشان تحطوا في قلب السمكيه، وهنزل عليهم كمان، مش محتاجين دول تسويه كتير لان عارفين طبعا ده فرايد كلها ما فيهاش عظم ولا فيها حاجات كتير. هنزل عليهم بقى ايه دلوقتي؟ هدلع بقى طعم السنجاري اكتر واستمتع اكتر بالروائح الاعلى بحبه البقدونس على الكزبره على الشبت بالشكل دوت كده. هنا بقى الموضوع هيقلب معايا بالخلطه بجد، خلطه السنجاري بالريحه الاخيره دي والتاتش الاخير ده بتاع الكزبره والبقدونس. هو لو حطينا كزبره وبقدونس وشبت في اخر الطبق يبقى ما نزودش عن كده تسويه، عشان انا ما بحبش اخلي الحاجه تغمق مني، ولا احب الحاجه تكون واخده زياده عن اللزوم في تسويتها. لان لو عملت ان انا بتعامل مع الكزبره والبقدونس والخضره دي زي الخضار يبقى انا بظلمها شويه وهتسود، والموضوع هيبقى قالب معايا لشكل فقط لا غير. شكل ان انا بحط حاجات بس وخلاص، لكن طعم مش هتلاقيه. طيب ادي خلطه السنجاري، وادي السمكيه اللي متبلينا من شويه مع حضراتكم، سن الجنزبيل كمان على الوش. مش هتقولي لا، لو موجود، مش موجود قشطه، مش هيقول لا خالص ولا ديموا. وكمان معلقه ثوم، معلقه عفوا ليمون، بصوا اهي كده اهو، مش كتير، تديني بس المزازه. شايفه يا رادو ولا انت في حته اهو؟ تمام تمام. اجيب عندي صينيه فاضيه، والصينيه دي انا دايما بحاول اعملها اي ارضيه علشان خاطر تبقى معايا مش لازقه او حاجه. بجيب عندي ورق الكرفس ده مثلا كده اهو مغسول غسله نظيفه، وابدا ارص ورق الكرفس، ورق كرات، بصل، اي حاجه موجوده عندي كخضره، وبطعمها برده بسن الزيت عشان خاطر ما تلزقش مني، ويبقى الموضوع يعني بقى العكس كده اهو، سن الزيت جميل جدا. وراح جايب عندي السمكيه، ممكن كمان اعمل حاجه حلوه قوي برضو، اعمل حاجه قاصيه من ده كله. يجيب عندي ورق الومنيوم وممكن اغرب بيها كده برضو عشان ما تلزقش. وهنا سنه الزيت ماشي الكلام. وراح جايب عندي برضو، معلش نعمل حاجه مظبوطه بقى على مزاج علشان نريح نفسنا من القصه دي كلها كده اهو.
ندهن كويس قوي ورق الالومنيوم علشان خاطر كل حته تحط فيها السمكيه وانا برفع في نهايه الطبخه تكون باذن الله تمام كده اهو. ادي بقى عندي السمكيه اللي متبله الوقاره بالشكل ده كده. حلو الكلام، اوسع لك. حاضر كده اهو. وادي عندي الخلطه كلها اللي هي فيها السيفود بتاعي والخضره ومتبل فوقيه تمام التمام، مفيش حاجه خالص ناقصه، كله باذن الرحمن زي الفل. هنزل كده خلطه على قد والحمد لله مساوي كويس قوي. بص السيفود مع الخضره مع الخضر اللي محطوط الفلفل الاخضر مع البصلايه مع التومه مع الكزبره مع الشبت مع كل الكلام ده كله، على ما اعتقد كل حاجه واخده حقها. والسمكيه متبله، وده اهم شيء عندنا نكون متبلين السمكيه كويس قوي علشان خاطر الحاجه تبقى معموله بنظافه. هعمل ايه بقى في الاخر؟ خلاص انا ما اعتقد خلاص خلصنا، بس الطمع شويه في السمك زي ما انتم عارفين بيحب التجويد، بس يكون في اللايق يعني. ليمونتين كده على وش او راس السمكيه عشان خاطر لما تستوي ما يبقاش شكلها مش لطيف او تحس ان هي مرره او كده. مش اكتر من كده. مين يا فندم؟ يا ام عبد الرحمن صباح الورد والياسمين. ازيك يا شيف؟ صباح الخير. اهلا بيكي يا ام عبد الرحمن، اخبار سعادتك انت ايه؟ طمنا عليكي. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب، ربنا يخليك. الله يخليك يا ام عبد. عامل ايه؟ الحمد والشكر لله ولا فضل وعد، ربنا يخليك. انت اخبارك؟ ربنا يخليك والله، احنا بنحب البرنامج بتاعك قوي. ده شرف لينا يا ام عبد، ربنا يعزك من ذوقك، ربنا يخليكي. ربنا يخليك. طمني على اهل اسوان، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، كويسين ربنا يخليك. الحمد لله دايما يا رب، دايما يا رب، ربنا يخليك. اموريني. كنت عايزه اعرف طريقه الكوسه بالبشاميل. عينيا الاثنين اوامر. حاضر، وايه تاني يا ست الكل؟ كنت عايزاك تكلمني بعد الهوا بالله. عينيا يا ست الكل. حاضر عينيا. حاضر، حاجه تانيه يا ام عبد؟ لا ربنا يخليك. بشكرك يا رب، كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا ست الكل، ربنا يخليك يا ام عبد. حاضر عينيا الاثنين، بشكرك جدا. اهم شيء تكون خدت من رقم تليفونها ونشوف ام عبد عايزه ايه من تحت بعد الهوا. بقول لك على الكوسه البشاميل، حط بهارات هنا على الجمبري. الجمبري ما خدش منه تسويه واعتبر خلصان كده، يعتبر خلصان. بس اديت له ايه بقى؟ بس مكعب مرقه، حبه ملح، حبه فلفل، وادي له كمان حبه كمون، مش هيقول لي لا، حبه فلفل اسمر كده اهو. هو خلصان يعني، ما دام بيتكتك كده بالمنظر ده يبقى الصوص خلص، وده اهم شيء عندي. امتى احط بقى الريحان؟ دلوقتي خلاص انا خلصت ده كده اهو، انا جايب عندي الريحان. الريحان ده بتجيبه منين وازاي؟ وقول لي عليه. الريحان ده والله انا بحب اعمل الريحان الفريش اهو. بص يا رضوى، معلقه الريحان اهي، تغير ملامحه تماما خالص يعني. الريحان ده بنجيبه فريش وبنضربه كويس قوي. هقول لك كذا طريقه، انا هتكلم بالطريقه البسيطه اللي ممكن اي حد في البيت يعملها. هو بيتفرم مع زيت الزيتون، ونديله كمان لو حبينا حبه جبنه، نقول رومي، ده بسيط. هو المفروض بياخد مكسرات، بس مش هنديله مكسرات اللي هو السنوبر يعني، مش هنديها له، هنديله جبنه رومي فقط لا غير مع زيت زيتون. هيبقى طعمه حلو قوي، هيبقى بيتي شويه، هيبقى طعمه حلو. اما الثاني الاستاندر ده مكلف شويه، انا معاكم للامانه، وانا مش عايز اعمله في البيت لان هيبقى غالي، هيبقى واقف عليا حبه سنوبر مثلا بتاع 100 جرام، سنوبر بتاع 100 جرام جبنه برمجان، هتخش في فكره خمس ست حزم من اللهم صل على سيدنا محمد، من الريحان نص ازاز زيت، الموضوع كبير قوي. طب على ايه؟ طيب انا كده عملت ايه مع حضراتكم؟ دخلت في اول حاجه عملنا طاجن الجمبري وسايبينه بيتكتف قدام حضراتكم، وكمان السمكيه. هروق الدنيا وهطلع فاصل صغير جدا، بعد الفاصل ان شاء الله نخش مع بعض في الطبق الثالث بعد الفاصل. يا اهلا بيكم مره تانية مع لقمه هنيه. طيب قبل الفاصل كنا بنتكلم معاكم النهارده على صينيه الوقار، وراحت بالسلامه والحمد لله. طاجن الجمبري خلصان، مش محتاج والله نلعب فيه اكتر من كده، لان الجمبري لو سوينا زاد على اللزوم، اهو بص تعالى برضه كده، لو سوينا الجمبري زاد على اللزوم على ما اعتقد بيبقى كاوتش شويه او بيبقى مش لطيف. فانا شايف ان ده جمبري مثالي في تسويته، ما دام بخرناه الاول وعملناه بطريقه لطيفه. بص الجمبري يعني خلاص بقى مش محتاجين نسوي اكتر من كده، والصلصه بتاعته جاهزه وزي الفل. يطلع مع حبه مكرونه ماشي، بص الجمبريه يطلع مع حبه رز ابيض ماشي، مش محتاج بقى نسبك وحموات وحاجات كده، والموضوع قلب معايا باكل كتير. طيب تعالى اعمل شوربه حلوين. شوربه الكريمه انا اكتر واحد بتكلم عنها كتير. ليه؟ لاني انا اكيد يعني كلنا زي بعض، يعني مفيش حد غريب عن حد في فكره الاكل. ف عادي يعني يطلع مني العادي يكون في بيتي
او عند حد من قرايبي ويبعت يجيب اكل. فالطبيعي هاكل انا، ما مش هقول لا يعني. فمن ضمن المرات اللي حصلت يمكن دي اكتر حاجه اتكلمت فيها، ان شوربه الكريمه اللي بتيجي في البيت او بتتباع بعض المحلات بتبقى شوربه لبن. فانا اعتراضي ان انا بدفع فلوس، او اعتراضي ان انا عايز او ان انا نفسي اشرب شوربه كريمه وتجيلي البيت، او انا اروح اشربها في مكانها بس تكون مش شوربه كريمه، تكون شوربه لبن محطوط فيها لبن، او معموله بطريقه عشوائيه فيها زفاره فاللبن كتير، فهو ده اللي مش عارف ايه. فالقصه كلها ان انا بلوم دايما اللي بيبيع شوربه كريمه بس معموله باللبن. مش صح، مش صح. ما دام كريمه يبقى كلمه كريمه لباني، دي كريمه لباني. تمن شوربه الكريمه اللباني يعتبر يمكن ضعف او اكتر شويه من الشوربه العاديه اللي هي الشفافه، يبقى اذا دي الثمن وانا هدفع حقها، فانت تديها لي. انا بتكلم عن عامه بينا كلنا. فعشان كده دايما بكون ليه عندي بس كومنت بسيط ان انا اعمل الشوربه تكون مظبوطه، بحيث ان احنا نبقى عارفين او واخدين بالنا شويه من فكره شوربه الكريمه او شوربه اللبن. مش حاجه اسمها شوربه اللبن طبعا، بس هو المصطلح كده يعني. كرفس وكرات، شايفاهم يا استاذه؟ دول. طب ما تردي وانت اه يا علاء معاك، هعرف منين؟ هخمن على الكاميرات ولا ايه؟ وده بصل. واحده واحده كده معايا وركزي. ماشي الكلام؟ عشان ما اجيبش سيره الملوخيه على الصبح، الله يكرمك والنبي فوق يا. ماشي؟ ولا ايه؟ بصل وكرفس وكرات ينزلوا كده مع نفسهم، بسم الله الرحمن الرحيم، على الطاسه. حلو الكلام؟ سنه زبده يتشوحوا فيها مع سنه زيت، كل نار يعني مع بعض اهو. ركزي بقى كده واحده واحده. الزبده والزيت ليهم طعم كويس جدا، انا هظبطها مع بعضيهم بحيث ان اخليها نايف داي واسوي حاجتي ما اخليهاش تطلع على وش الشوربه في اخر الطبق اهو كده. وانا شغال هحط فيها كابوريا، بس انا بقول الكابوريا ما احطهاش دايركت. طب هتعمل ايه يا سيدي بالكابوريا دي؟ انا بس ايه يعني هديها كده سنه ملح، بص كده رضوى دي معلش، سنه ملح وسنة فلفل. حلو الكلام. وكمان زيت ثوم او زيت ريحان، واحطهم كده على الشواية تتشمع قدامي بس. ده لشوربة الكابوريا، لشوربة السيفود اهو بس، يعني مش اكتر من كده. وانا شغال احطهم على الشواية قدامي او على طاسة لوحدهم بس ينشفوا شوية، عشان لما ينزلوا يبقوا ليهم طعم كويس قوي. بص كده الزبدة ساحت اهي، شايفاها؟ مع البصلاية. ركزي معايا يا استاذة، معايا ولا انت فين؟ طيب يا ماشي اهو كده اهو. حلو الكلام. هبدا اجيب عندي السيفود بتاعي. السيفود بتاعي اي كان، ايه هو؟ قشر بياض، كاليماري، جمبري. هنزل الاول بالكاليماري عشان بياخد شويه وقت في التشويح. هنشوح واحده واحده كده اهو اهو. حلو الكلام. يتشوح على السريع. الكاليماري بتاعي بلدي، قطع مكعبات صغيره عشان يستوي بسرعه ويكون لي نفس كويس كده اهو. يفلفل على السريع، وبكون مجهز عندي بقيه الحاجات بتاعتي. عندي بيض السبيط هديله سلقه في المرقه عشان يبقى معايا مفلفل كده احسن ما يتهري في التقليب. وعندي الجمبري في الاواخر، هو والقشر البياض بلدي برده باين جدا اهو قدام حضراتكم. كل حاجه واحده واحده. هنا هعلي شويه النار على المرقه دي عشان انجز كده مرقه السيفود. هرجع شغال برده تقليب في الكاليماري. خلاص خدت تقليبته، هبدا انزل عندي ببقيه السيفود بتاعي كده اهو. ماشي الكلام. نقلب مع بعض. هنا بقى لو انا عايز اشتغل بالكريمه هدي معلقه زبده معلقه دقيق عشان اربط بس المرقه. عايز اشتغل بمرقه شفافه او اللي هي الكلير دي برده ما عنديش مانع، ولكن مش هحط ولا زبده ولا دقيق ولا كريمه، يبقى خليها شفافه كده عاديه خالص. بس انا هعملها بالكريمه لحضراتكم عشان نشرب شوربه الكريمه النهارده تكون لطيفه على الفطار. ومش مفيش حاجه اسمها سبايسي في الكريمه على فكره، يعني مفيش حاجه اسمها روح زانق في النص كده قرف في الحار، ما ينفعش. ليه يعني؟ ما تخليه في حاجه تانية. الكريمه ما لهاش شطه يعني، ما لهاش كتير. في ناس تحب بس حسب الرغبه، ولكن انا شايف ان ما دام شوربه كريمه ما تعملها يا عم عاديه زي الناس وخلاص، او نعملها في البيت زي الناس من غير ما نحط فيها فلفل اخضر وفلفل حار، ونقعد بقى نجود لحد ما نخليها طاجن في الاخر. وعلى ما اعتقد ده مش صح، لاني هتدوقها في حته تانية وهتعرف المقارنه، هتلاقي نفسك زعلان ان انت كلتها في كده او فهمت ان هي كده. ادي السيفود شغال اتشوح. معلقه الدقيق اللي هوريها لحضراتكم هي معلقه واحده. نجيب المعلقه
يا ام عمر من القاهره. الو، ازيك يا استاذ علاء؟ اهلا بيك يا ام عمر، ازي حضرتك يا ماما؟ ازيك يا حبيبي، تسلم ايدك. الله يخليك يا ماما ويديك الصحه يا امي، ربنا يعزك. على عالي العسل ده الجميل. وصل لك يا حاجه ولا لا؟ طبعا وصل لك. النبي، انا خفت تكلميني دلوقتي لحسن كل شيء، وصل لك تبقى عيبه في وشي. الله يخليك يا ماما، بالهنا والشفا يا امي، بالهنا والشفا. يا رب يبارك ليك وفي القناه كلها. الله يخليك يا ماما ويديك الصحه. الف انا وشفا رضوى والاستاذ شفيق. الله يخليك يا ماما. محمد والاستاذ احمد اللي جوني لحد عندي. الله يخليك يا ماما. الله يخليك يا ماما ويديك الصحه، ربنا يا رب. حسيت ان انا مهمه قوي. نعم؟ حسيت ان انا مهمه. انت مهمه من غير كلام يا حاجه، في ايه؟ والله العظيم اكيد مش قرع العسل هو يخليك مهمه، انت مهمه من غير اي حاجه والله العظيم. يكرمك يا حبيبي. لا يا ماما، انت مهمه على راسنا، واي حد من امهاتنا على راسنا. انت طلبتي حاجه هايفه جدا، وزي ما بيقولوا كده غالي والطيب رخيص يا حاجه. كفايه ان انت جبتني لحد دار السلام. لا يا ماما، ده انت على راسنا، وده بس معلش وعلى ذنبك اتاخرنا عليكي بس والله. الله يخليك يا ماما، بعتذرلك بس اتاخرنا عليكي. حبيبي مش سامعك يا ام، انا اسف. واشكرك من قلبي، من على راسي يا ماما، ربنا يخليكي، دعواتك لينا كل سنه وانت طيبه. بعيد الفطر المبارك. اللهم امين يا امي، اللهم امين. الله عليك وعلى بنتك وعلى اهل بيتك. الله يخليك يا ماما، الله يخليك. البركه والقناه. الله يخليك. استاذ علاء الكحكي. الله يخليك. رشيد القناه النهار كلها. الله يخليك يا ماما ويديك الصحه، مشكور. ويرد على كل هند خير. الله يخليك. دايما اسمع عنك كل خير يا ابني. الله يخليك يا ماما، يوسع في رزقك ويسترها معاك دنيا واخره. الله يبارك لك يا ماما ويديك الصحه يا رب، ربنا يخليك، احلى دعوه. الله يبارك لك، الله يخليك. بشكرك جدا يا حاجه ام عمر من دار السلام، عزيزه علينا، ست محترمه، ودي اقل حاجه نعملها لك. واتمنى دايما والله اي ام والله العظيم يعني بصرف النظر ان كل امهاتنا اللي بيتابعوا البرنامج يطلبوا، بس يطلبوه واحنا نقدر نعمله ان شاء الله من غير اي مجامله او مجادله، على ما اعتقد ده واجب علينا، ما هياش حاجه لها علاقه بالخدمات. تحت امركم في اي وقت، انا ابنكم في الاول وفي الاخر، اهم شيء يكون رضاكم علينا، ده بالدنيا كامهاتنا في كل الاحوال. بشكرك جدا. طيب حطيت المرقه الشفافه، بص كده يا رضا بعد اذنك، ادي الكريمه بتغلي، شايف الامور عامله ازاي، مع حبه الديل حطيتهم مع معلقه الزبده، بص كده بدات الامور تبقى واضحه، في حاجه بيضه هي كده، مفيش كريمه لسه، ده البياض ده من معلقه الدقيق بس اهو كده. حلو الكلام، وانا شغال فانا صفيت المرقه، احط حبه مرقه كمان، شكلها تبقى حلوه ان شاء الله. نحط تاني حبه مرقه كده اهو، ماشي الكلام. هطلع البيض السبيت ان انا حاطه يتسلق عشان خاطر يبقى ليه طعم كويس، اهو اتسلق، بصي اهو ينزل كده على طول برده يكمل تسويته هنا في المرقه كده اهو. ادي بقيه البوكيه جرنيه، او بقيه سلق المرقه اللي انا عملت بيها الكابوريا، قشر جمبري مع قشر الكابوريا شايفاه، مع فصوص الثوم، مع البصل، مع الكرفس، مع الكرات، مع فلفل حصى، ده كله انا خلصت بيه المرقه بتاعتي. هرجع هنا اصفي برده كمان ده كده اهو، وتمام التمام. هنشوف اخبار الشوربه بدات فيها اللي بيحصل، بدات تغلي، خليها تستوي براحتها على النار، براحتها مع مزاجها. وابدا اروح اعمل ايه بقى؟ هنا بقى كوبين، تعالي بسرعه بعد اذنك، تعالي. ده بيتشوي صح؟ صح ولا انا بقول اي كلام؟ واحنا دايما بنشرب الكابوريا، بناكل الكابوريا في قلب البتاع مسلوقه. طب لو عملنا كده بقى، بسم الله، بص بقى الكلام اهو، ده في قلب الشوربه وهو مشوي في الزفاره ومتبل نظيف، يكمل تسويته ويريح لي كمان طعم الشوربه اكتر، يعلي تستها اكتر اهو كده اهو. ونوطي عليها النار ونسيبها تتعايش، ابهر نبهر بالمره، حبه ملح كده اهو، ماشي الكلام، وسن الفلفل الابيض، ماشي الكلام. ونعمل ايه بقى تاني؟ نجيب غطاها ونوطي النار، وفي اخر الحلقه نغرب بقى بالهنا والشفا، واحنا ضامنين باذن الرحمن الدنيا زي الفل. كريمه اللباني موجوده، بس تغلي الاول دي تستوي، احس ان مفيش زفاره خلاص والدنيا تمام التمام وكله استوى، ووارب شويه كده الباب عشان خاطر البخار ده يطلع لو في زفاره او حاجه ما تعمليش فيه. وبعد كده هبدا احط لها في الاواخر الايه؟ الكريمه اللباني. الكريمه اللباني على النار سخنه بتاخد تسويه سريعه جدا. طيب تعال نبص على الفرن. بسم الله، الله اكبر. تعالي يا هندسه، تعالي يا استاذه. اهو بص الكلام بقى، احنا فين في السنجاري دلوقتي؟ اهو خلاص مفيش حاجه، الدنيا زي الفل. سيبه برده يتعايش، سيبه. انا احب دايما السمك ياخد وقته ويتعايش في تسويته، بس ما يبقاش ناشف قوي ولا يبقى زعل زوم. هروق مكاني بقى عشان عندي كده سلطه.
تحب نعمل سلطه قبل ما نطلع فصل يا رضوى ولا عايزه ايه؟ اه معلش خلاص نعمل السلطه الاول وبعد كده نطلع فصل. السلطه اللي هعملها سلطه بسيطه جدا ما فيهاش اي صعوبه. سلطه خضار بس احط جواها حاجه ليها علاقه بالسي فود شويه زي الكراب ستيك او اللي هي الكابوريا المخليه. الكابوريا المخليه هي صوابع كده بتيجي مصنوعه وفيها ريحه الكابوريا او طعم الكابوريا، ناس كتير جدا بتعشقها وليها طعم كويس قوي، حتى الاطفال بيحبوها جدا واحنا كمان بناكلها كسندوتشات لو حبينا. بناكلها في انواع السلطات، ما بتخشش في انواع الشرب، ما لهاش علاقه بالطبخ لان حاجه عامله زي اللانشون او عامله زي الحاجه المدخنه ما ينفعش ولا يجوز تحط في النار. يعني لما تلاقيها في طاجن على ما اعتقد مش لطيف خالص ان احنا ناكلها، لما نلاقيها في صينيه ما اعتقدش ان هي صح ان هي تتحط جوه حاجه ليها علاقه بدرجه الحراره او السخونيه عامه. فالكابوريا المخليه دي دايما بتبقى حتى بتتباع في الفريزر، بتتباع زي السموك تركي كده، زي السموك سلمون، حاجه كده ليها علاقه شويه بالسلطات اكتر من ما ليها علاقه بالطبخ. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ تعال نشوف هنعمل ايه في السلطه دي. نجيب بوله فاضيه ازاز ماشي كده ونجمع كل حاجتنا ليها علاقه بالسلطه ونتبلها او نظبطها ونسيبها على التتبيل على طول. طيب بسم الله. طماطم متقطعه نصين اللي هي الشير الصغيره دي، وفيليه برتقال كمان، والكزبره، والبقدونس على الشبت، وفلفل الوان، مش هحط فيه فلفل حار كان لازم هي كده، وفلايه الليمون، وعصير البرتقال، حلو الكلام، وكمان عندي الخس مع الجرجير، سلطه خفيفه جدا، وكمان عندي الكراب ستيك اللي هو البطل بتاع السلطه. على ما اعتقد المجموعه دي ما هياش محتاجه اصلا كابوريا، هي لوحدها زي الفل، بس احنا برضو عشان بنحب نخلي الحاجه بتاعتنا تستاهل عالي ومتظبطه بنتبل الاول بقى الكابوريا. ادي الكابوريا مقطعه، بجيب عندي ربع كوبايه برتقال بالشكل ده كده هو الاول، حلو الكلام، وببدا الاول اقلبهم بايدي، برتقال او ليمون حسب اللي عندي موجود، وعندي برضو ليمون اهو كده اهو تمام، والسنه الملح كده اهو، سنه فلفل ابيض، بتبلهم الاول مع كمان سنه كزبره مع سنه شبت. دي التتبيله ان انا بتبل بيها الكراب ستيك الاول اهو، وهعلي منها بسنه رحام بزيت الزيتون كده اهو، ماشي الكلام واضح قوي، التتبيله ما فيهاش اي حاجه وتم التمام. فلفل الاخضر ينزل يتقلب معاهم برضو، او الفلفل الالوان حسب اللي موجود عندي كده. على ما اعتقد السلطه خلصانه. هتعمل ايه؟ تعالى نغرفها من مره عشان ما نسيبهاش كده، وبعد كده نطلعها. يبقى اول طبق لنا السلطه. هجيب اجيب اجيب عندي مش كلام طبق حلو كده ابيض. عفوا. كده اهو. عندي الاول بحط خس كابوتشا في اول طبق. وعندي حبه الجرجير. نعمل كده، هنا كده حبه. هنا كده حبة، ماشي الكلام، وابدأ بعد كده الجرجير ماشي كده كفاية، ماشي الكلام، والطماطم المقطعة بعملها كده داير ما يدور، هي بنسى بالطبع براحتنا يعني مش حاجة معينة خالص، تمام الكلام. وبجيب عندي السلطة بتاعتي اللي أنا متبلها كابوريا كده اهو، ماشي الكلام، وعليها فلايه الليمون والبرتقال. ايه هي فلايه الليمون والبرتقال؟ ان انا جايب الليمون وجايب البرتقال وشايل منهم القشر وسايب بس منهم الفريتو بتاعها. مزازه كده حلوه بالبرتقال مع الليمون، تبقى ليها طعم كويس قوي، ما فيهاش اكتر من كده. نجيب عندي ليمون واحطها ونطلع الطبق ده على طول، ما فيهوش اكتر من كده. حالا ده كده خلصان، وادي الطبق بتاعي، منديلي واتنضف ويطلع على طول. تمام حاضر، الشوربه هي شغاله، قال لي عليها اخر غلوه علشان خاطر تبقى جاهزه للكريمه. نجيب عندي كده
البرتقال دي. ماشي الكلام. واروح اعمل كده. واروح اعمل كده على اربعات. واروح اعمل كده. اوكي. والليمون. سلايز ليمون خفيف. الحمد لله. على ما اعتقد كده زي ما حضراتكم شايفين. الحمد لله. طبق السلطه ده مش محتاج مني اي حاجه خالص، متبل كرابستيك مع جرجير مع 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 كل حاجه، وده يطلع على طول على المائده مع حضراتكم بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طبق سلطه بسيط جدا، هيطلع فاصل صغير جدا، نرجع نغرب بقى اكلنا بعد الفاصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب قبل الفاصل كنا احنا مخلصين الشوربه والسلطه، الحمد لله خلصناها، وطبق الجمبري خلصان هنلمعه حالا ونطلعه. الشوربه تاخدناها غلوه كمان وتطلع على طول، وكمان هنطلع ان شاء الله كمان السنجر. اعتقد النهارده الاكل خلصان وسهل، مفيش اي حاجه خالص، الامور بسيطه على قد ما قلت لحضراتكم من شويه ان احنا لما نيجي نعمل الاكل السمك دي نعملها على مزاج شويه. الحمد لله. سيب لي الايد بتاعت الحل على النار، وحاجه وجع قلب والله العظيم، انت هتشيلني اللي قاعد بعيد، انت شعرك اللي رافعه علينا ده، يعني انا مش شايف بتسيبولي الحله ايديها على عين ثانيه، يعني شغل مش عارف، انا مش عارف. الحمد لله. طيب قلت لكم من شويه الشوربه دي خلاص خلاص. بص كده رضوى التكتكه هنا هتبقى عامله ازاي، وتعالى نطلع كمان اللي في الفرن ونشوف اخبار الدنيا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي السمكيه السنجاري اللي كنا بنعمل مع حضراتكم. على ما اعتقد الامور واضحه جدا، مش محتاجه اي افتكاسات اكتر من اللي احنا عملناها. عملنا يعني عملنا تتبيله تدي طعم السنجاري بحبه خضره وحبه خضار. الخضره هي البقدونس والشبت والكزبره، الخضار هو الفلفل اللي حطيناه الاخضر، وحطينا عليه كمان التوبه والبصله والحاجات دي كلها، وتتبيلنا كويس جدا السمكيه. هنا بقى خلينا نتكلم بقى شويه عشان بس تفاصيل هنا بتفرق كتير قوي. الجول اللي نازل ده او الجوس اللي نازل شايفاه رضوى، هو ده متبل كويس جدا من السمكيه اللي احنا عملناها اول تتبيله لما حطينا الكزبره وانتم فاكرين مع سلطه الشطه ومع سلطه الملح والكمون، تبلنا بقى السمكيه. الخضره دي مع الصلصه دي عمرها ما هتتبل السمكه. مش هتتبلها، تبلها ازاي؟ هتبقى طعمها حلو بس السمكه عدمه. انا طعمها حلو بس السمكه مش حلو، مش 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 طعمها جامد يعني، بس انا بحب اوزن دي بدي. تعال نجيب طبق كده ونغرف على طول السمكه يا السنجاري. ماشي. لما اعتقد ده لطيف، مش 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 كبير. هنا بقى ورق الالمنيوم، بص نفعني بايه؟ لو هصبر شويه هعرف اطلعها من ورق الالمنيوم، مش هصبر يبقى انا الم حالي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا بينا كده واروح اعمل كده. انا على ما اعتقد كده واعمل. بص بص حبه الخضر اللي احنا حطيناهم طالعين اهو. ادي السمكيه السنجاري اللي احنا عملناها مع حضراتكم في اول حاجه في المنيو. ونظبط ورق الالومنيوم كده، نعمل شغل مطاعم، نقول لكم القارب كده اهو. ماشي الكلام. على ما اعتقد مش محتاجه مننا اي حاجه. حبه الكرفس اللي حطيناهم مع حضراتكم عشان يبقى ارضيه اهو، لو كنتش حطيتهم ولا كنتش تحرقوا هم كان هتحرق ايه؟ السمكيه او ورق الليمونيوم في الطاسه او في الصينيه، فاحنا عملنا الالطف للحاجه كلها. حلو الكلام. على ما اعتقد والله بلاش، هي كده زي الفل. ولو حابين نحط حبه خضره على الوش كده مش كتير، ونمونه كده نمونه كده، وهنا في ليمون وخلاص، مفيش اي حاجه خالص، فهي تطلع على طول على المائده. اللي انا بشوفها كده لحضراتكم اللي ياكل السمكيه السنجره دي والله معموله بنفسها، اهم شيء الاكل يكون معمول بنفسها. ونجيب كمان طبق الجمبري اهو مع الرز. هجيب بس منديل عشان مش عاجبني. طبعا بكره انا عارف في ناس الفصل ده ما دخلتش التليفونات، انا عارف، وزمايلي قالوا لي وقتنا النهارده ضيق شويه، ولكن بوعدكم بكره ان شاء الله الموضوع بكره هيكون فيه، يعني هتكلم مع بعض وهنظبط الامور، وان شاء الله بكره هيكون تليفونات ان شاء الله من اول الحلقه لحضراتكم. واللي حابب ويشرفني
ان شاء الله بكره هيكون يعني ليله الوقفه، وهنجيب بقى كعك وبسكويت ونقعد نتكلم على كعك وبسكويت ونقعد نقضيها كده ليله العيد. انتوا عارفيني انا من الناس اللي ما بحبش دايما العب العاب مش بتاعتي. انا بقول دايما والله العظيم يعني طبعا احترام لاي حد في الدنيا، كل واحد ليه شغلانته. الشيف الحلواني ليه شغلانته، الشيف الخباز ليه شغلانته، الشيف السخن ليه شغلانته، كل واحد ليه شغلانته. انا ممكن بكره اجيب لكم او النهارده كنت اجيب لكم حبه عجينه واقعد اقلب الدنيا وبعطر دقيق وادفع مش عارف ايه واعمل ايه عادي، وانتوا مش هخسر ايه، وفي الاخر هيطلع كوبايتين، هيطلع طبقين كعك وبسكوت مش بتوعي، وانتوا عارفين واثقين ان هم مش بتوعي. طب ليه يعني ليه العفره دي على يعني ليه؟ والنهارده ان الكعك لو هعمله بكره هتعملوه انتوا، هتعملوه بكره ما بهزرش يعني، بكره اجيب كعك وبسكوت هنعمله، هل انتوا هتشوفوا الكعك والبسكوت ده هتعملوه بكره؟ يعني هتعملوا كعكه وبسكوت انت واقفه؟ اكيد طبعا الكلام ده كله لا. فانا ما بحبش العب الالعاب دي، انا بحب ارضيكم دايما، بس ارضيكم الحاجه اللي انتوا تحبوها، وده ان شاء الله بكره هيكون بيحصل مع حضراتكم. بس انا بقول ليه ان انا ما بعملش كل سنه ليه كعكه وبسكوت او علق ليه ربع جنيه، ممكن حد يقول كده صح، بس انتوا عارفين ان انا الكلام صح، واللوجيك اكتر والاقتناع ان انا اكون عارف ان الشخص اللي قدامي ده هل ينفع يعمل ده ولا مش هينفع، هيعمله عشان خاطري ولا هيعمله عشان خاطر هو بيعرف يعمله، ولا هو عشان هو برنامج فبيعمل اللي بيعمله ومتداري فهيطلع والكلام الفارغ ده. انا مش كده، انا صريح. تعال نغرف الشوربه بقى. شوربه الكريمه دي بقى هوريها لكم بقى عشان ايه، احنا كنا بنتكلم عليها اول الحلقه وقلنا لو احنا ما طلبناها كريمه وجت غير كده عمال انا ما بشربش شوربه الكريمه. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي قوام شوربه الكريمه هندسه. تعالي بقى كده رضوى حطي خبرتك كلها في الاخراج اللي اتعلمتيها في حبه في الشوط ده. انت فين؟ معايا؟ اهو انا عايز دي الكريمه، دي شوربه الكريمه. ابص عامله ازاي، مش لبن، في قوام، القوام ده اللي هو التقل السمك اهو. انا بتكلم على هو ده انا عايز اشربه. اي حد يبيع شوربه كريمه لباني، شوربه كريمه بالسي فود او اي كريمه عامه يبيعها بالقوام ده، عشان هي دي شوربه الكريمه يا جماعه اللي الناس بتدفع فيها فلوس، مش اكتر ولا اقل، والحاجه تكون كده اهو، هي دي السي فود اللي تدفع فيها فلوسك. وعادي جدا، انا عارف العيد هيجي وما شاء الله الناس كلها هتجري على اكل السمك اللي احنا بنعملها دي، انا عارف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، ده طبيعي وحق كل واحد يتدلع، بس مش من حقك تضحك عليا، فنبقى واخدين بالنا شويه. طبعا الكابوريا دي بتقزقز بقى بالهنا والشفا، السي فود بقى طالع كده زي ما انتم شايفين، بصوا اهو كده، ده كله الحاجات دي انا بعملها في البيت، يعني دي بيتي، انا بعملها لكم دي حاجات بيتي، اعتبروها مني انا بعملها لكم في بيتكم. ولكن طبعا محلات مختلفة شوية مش هم انا عارف، ولكن برضو نبقى حريصين واحنا بننقي وبنشتري حاجتنا محدش يشتغلني من الاخر يعني، يعني يقول لي ان هي كده، طب انا عارف ما تقعدش تبيع لي بيعة. برضو كنت عايز اوريكم برضو اقول لكم ان نعم ان احنا لما بنيجي نشتري الحاجة بنبقى عارفين ايه البلدي من ايه المزارع، ما حدش بس يضحك علينا ويبيع لي السمكة هي مش عارفة ايه على السنية ايه وفي الاخر ما اطلعش ايه، انا ما بحبش كده. اديني الحاجه هي مزارع قول لي، مش هخسر، مش هزعل منك، مش هتموتني يعني، بس قول لي. بص بقى هنا كده الزفون عامل ازاي؟ بس دي شوربه سي فود على ما اعتقد يعني حضراتكم تستاهل، تستاهل احسن منها، مش تستاهل ان احنا نشربها تبقى حاجه ثانيه غير كده. تعال نطلع دي نختم وخلاص، خلصنا. بسم الله ما شاء الله كده اهو، ادي شوربه سي فود على ما اعتقد المائده بسيطه جدا، واي حد ممكن يخش المطبخ حالا يعمل الكلام ده كله. وبالهنا والشفا مع حضراتكم، دي كانت حلقتنا، حلقه السمك بتاعه اواخر رمضان. بكره ان شاء الله حلقه الكعك والبسكويت بتاعه ليله الوقفه، وان شاء الله نقعد معاكم بكره ان شاء الله، يكون يوم خفيف على حضراتكم، وكل سنه وانتم طيبين، وحلقه جديده. السلام عليكم.